صباح الخير. قبل ما نبلش بتوقعات الأبراج رح خبركم عن الصفات العامة لبرج العقرب الطالع أو الصاعد. بيختلف برج الطالع أو الصاعد عن تقسيمة الأبراج العادية، فالبرج الطالع بينعرف من خلال معرفة ساعة الميلاد، وبرج العقرب الطالع أو الصاعد بيمثل النجم الطالع له وهو كوكب المريخ. صفاته متناقضة، فهو دقيق وعميق بذات الوقت غير مبالي، بحب السيطرة بس بيرفض حدا يسيطر عليه، أناني وبيكره الخسارة على أنواعها إن كان بالعمل، بالجدال أو بالحب. بيصمم للوصول لهدفه شو ما كانت الصعوبات، وبس يوصل له بيتخلى عنه، ببلش البحث عن شي تاني. كل المحيطين فيه بخافوا من غضبه ومن غيرته. وهلأ نبلش توقعات الأبراج مع برج الحمل. بسبب بعض الظروف تفشل بتحقيق هدفك من جديد، ما لازم تحس بيأس وأحباط، رجع فكر منيح، أنت قادر تبعد الخسارة عنك باتخاذ بعض الإجراءات المناسبة. كما أنه الأمور بحياتك الشخصية مانا مثل ما أنت بدك، فترة وبتمرق والأمور تتحسن بالأيام يلي جاي. برج الثور اليوم كل العالم رح تنتقد لك عملك بطريقة قاسية، لازم توصل لخطة ناجحة تتخلص أعمالك ومسؤولياتك. حسس المحيطين فيك بالإنجاز يلي عم تحققه. ممكن تتلقى بعض النصايح المهمة والدعم يلي أنت بحاجة له. برج الجوزاء اليوم الأمور كلها مسكرة بوجهك، ما عم تقدر تتقدم وحاسس أنك رح تستسلم. اعتبر هالصعوبات اختبار لقوة إرادتك. ابتعد عن السلبيات وبلش من جديد بنظرة مختلفة وبتفاؤل. من كفة أبراج مع برج السرطان، بتواجه اليوم مواقف كتير صعبة ومشاكل ما لها حل. احتفظ بهدوءك وخطط لأفعالك بدقة، ما تحاول تتجنب الأمور، بالعكس لازم تواجه الأمور الصعبة. عاطفياً ما تنبش عن العيوب بشريكك، تصرف معه بمحبة فهو بيستحق تكون منيح معه. برج الأسد، كون حذر اليوم، ما تخلي انفعالاتك تسيطر عليك. بتقارن حالك كتير بيلي حولك، الأمر يلي بيخلق عدائية ومواجهات. سيطر على مزاجك وانتبه على صحتك. برج العذراء، تواضع بعملك وما تبالغ بردة فعلك بالمناقشات مع زملائك ورؤسائك. كن حذر وما تخاطر بمشاريعك المستقبلية وخطط أحسن ما تسيطر الخسارة على أفعالك. برج الميزان، ما في شي ماشي على الطريق الصحيح بعملك، لازم تقبل أي دعم تتلقاه تيساعدك على تثبيت الأمور تترجع ترتاح. أما بحياتك الخاصة فركز أكثر على التواصل مع المقربين منك. برج العقرب، إعادة التفكير بقراراتك بفيدك هالفترة. كن صبور، بتلاقي صعوبة بالتعامل مع التقلبات المزاجية، الأمر يلي بيوترك بعملك. ما تستسلم أمام الصعوبات، حاول تضل عادل وواقعي مع يلي بتحبون، وقدم بعض التنازلات للشريك. برج القوس، حافظ على قوتك واستمر بتتبع أحلامك، ما تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك، وثق بنفسك وبقدراتك فأنت قدها. أما عاطفياً، ما تعاد شريكك فتصرفاتك هي أحد أسباب المشاكل بيناتكم. برج الجدي، الأمور ممتازة من الناحية المهنية، ما تتخذ القرارات السريعة، أنت بحاجة للهدوء والصبر، ميز بين الأمور المهمة والأمور البسيطة. أما عاطفياً، تصرفاتك مع الشريك أبداً ما مقبولة، تعصيبك وعدائتك الدائمة عم بيبعدوا عنك. برج الدلو، بيتعرض عملك للاختبار اليوم، ما تتوتر وتصرف بذكاء، لازم تدافع عن وجهة نظرك حتى لو اضطريت تتخذ بعض القرارات الصعبة. أهلك بحاجة إلك ومتكلين عليك بحل المشاكل العائلية يلي عم بيواجهوها هالفترة. نوصل لآخر برج معنا اليوم، برج الحوت. بالوقت الحالي المشاكل متكررة، تحتاج لكامل اهتمامك وتركيزك، ما تتجاهل الصعوبات أو تتهرب منها، حاول تقيم الموقف بموضوعية وبأسلوب عملي. عاطفياً، جنب تقول الأمور يلي ما بتعنيها بوقت الخلافات وحافظ على هدوءك. أما بالنسبة لمولود اليوم فهو غامض وما حدا بيعرف شو في بداخله، ببين قوي ومتسلط بس هو ضيق ورومانسي، بيواجه مسؤولياته بشجاعة، ما بيتحمل النقد وبيعتبر حاله دايماً صاحب القرار النهائي، صبور ومتحفظ وحذر، مستقل وبيكره حدا يوجهه مثل ما بده، طموح وقادر ينفذ مشاريع كبيرة. من مواليد اليوم الممثلة الفرنسية صوفي مغصو. ولدت صوفي عام 1966 بباريس، وبدأت مشوارها السينمائي عن عمر 14 سنة بفيلم لابوم.
صوفي ثالث ممثلة فرنسية بتشارك بأحد أفلام سلسلة جيمس بوند. من آخر أعمالها فيلم تو فو أو تو فو با يلي عم بيعرض حالياً بصالات السينما. هذا كان كل شيء لليوم مشاهدينا. منتوقف مع بريك صغير ومنكفي من بعده MTV Alive مع Eyewitness.